ندخلك عند الطبيب، الا ما عطيتيش 400 والله لا ندخلك عند الطبيب. تبقاي من شهور تما تعطي 400 درهم عادي ندخلك عند الطبيب، ولما تدخلي عند الطبيب كيقلب لك الملف كيقول لك ما عندنا ما نديرو لك، سيري بحال. واحد السيدة كنت تعرفت على واحد السيد كنا تزوجنا على سنة الله ورسوله، ومهم دوزت معاه واحد المدة كنكتاشفو أنه مريض فيروس السيدة ومات توفى. ملي مات توفى جيت أنا لدارنا مشيت درت تحليلات، لقيت راسي تا أنا مريضة بفيروس السيدة. صافي من بعد دارنا ما بغاوش يتقبلوني، قالوا لي يعني انت مريضة خاصك تخرجي ما تبقاش عايشة معانا، مادام انت مريضة خاصك تخرجي تشوفي فين تمشي. قلت لي ما ودي انا ما عنديش فين نمشي والو، عائلتي ووالدي وخوتي ما حنوش فيا. وخرجت بقيت كنتشرد كنعس في الزنقه، مره كيجيو محسنين كيتفاردوا ليا في الكرا كل مره وشنو، حتى صافي وصلت بيا العظم. ودابا كنهضر معاك حاليا والله الا غير بالشرد ما عنديش حتى فين نجلس. ودابا المشكل عندي ماشي في المرض ديال السيده ولا شي حاجه، الحمد لله حمد الله وشاكره، ولكن المشكل عندي دابا انا عندي واحد الولاس في الوالده، يعني قدروا في اي لحظه يديروا لي سرطان وقالوا لي خصك ديري عمليه. قسما بالله دابا كنهضر معاك المره الرابعه كنجي لميريزك وما بغاو يديروا معايا حتى شي حاجه، قال لي ما نفتحوش لك علاش ما عنديش المعرفه وما عنديش الفلوس. كنبقى كنبكي عليهم وكنطلب فيهم كنقول لهم راه ما عنديش راني غير مشرده في الزنقه والو، ما بغاو يديروا معايا والو، كنجيب لهم الملف وكيردوني. كنتسلف وكنطلب الناس وكنبيع كلينيكس وكنخرج وكنطلب الناس باش كنركب من سطات هنايا لكازا والو، ما كيديروا معايا والو كيرجعوني. كيقول لي ما غنديروا معاك حتى شي حاجه، واحد كيلوحني لواحد وفي الاخر كيقول لي ما ندير معاك حتى شي حاجه. دابا والله ما فاطره ما مغديه ما واكله حتى شي حاجه، والالم اللي كنحس به في الرحم ديالي والله حتى بحال المسامر كيدقوا فيا. كنطلب من الناس المحسنين الناس الجاليه المغربيه والمحسنين يتعاونوا معايا شي حد يتكلف ليا بهذه العمليه، ولا شي مسؤول اللي دخل ليا في ميريزكو غير يفتحوا ليا، راني مريضه بزاف كنتالم، يقدر اي لحظه يولي عندي سرطان ونموت في الزنقه، انا مشرده وغنموت ثاني بمرض خيب. الله يرحم لكم الوالدين الا ما حنوا فيا. من 2015 وانا كنعاني من هذا المرض ديال السيده، وزاد عليا دابا هذا المرض اللي عندي دابا في الرحم ديالي زاد عليا المني بزاف، وكنجي عندهم كنطلبهم كنقول لهم راه ما عندي حتى شي حد، فتحوا لي وشوفوا كديروا لي والو، والله ما كيرحمني شي واحد وكيردوني. هما دابا ردوني حاليا دابا كنهضر معاك هما ردوني، بزاف بزاف المعامله ما كايناش والمعيور، وبنادم كينعطفك بحال جايه باغا تطلبوا الخبز كيقول لي ما عندنا ما نديرو لك، يعني السيكيريتي حتى ولا ما دورتيش معاه والله لا دخلك عند الطبيب، الا ما عطيتيش 400 والله لا دخلك عند الطبيب. تبقاي من شهور تما تعطي 400 درهم عادي دخلك عند الطبيب، ولما تدخلي عند الطبيب كيقلب لك الملف كيقول لك ما عندنا ما نديرو لك، سيري فحالك. كنت بغيت نديرها في الكلينيك، ولكن ملي مشيت سولت الطبيب واحد الطبيب اختصاصي قال لي غنديروها لك 160، يعني ما بين الدواء ما بين التحاليل غطلع لي بمليون، وانا منين جاتني مليون انا ما عنديش باش نتعشى. كنطلب من وزير الصحه الله يجازيكم بخير ومن جلاله الملك يديروا معايا شي حاجه، انا باغا نفتح، انا ما باغا والو، واخا نعس في الزنقه ما عنديش مشكل، بغيت نفتح. انا راه كنبان نتالم وكنضل نتالم، ما بغاو يديروا معايا والو، هذه المره الرابعه اللي كنجي عندهم وكيردوني. انا دابا كنهضر معاك دابا راه ردوني.